تنفيذ هذا القرار أو فعليا إمكانية تطبيقه على الأرض، أولا نسأل هنا هل من أفق زمني واضح بالنسبة لإمكانية التوصل إلى هذا الأمر؟ وثانيا وفق أي خطة مرحلية، يعني وفق أي إجراءات متتالية يمكن الوصول فعليا إلى حل الدولتين؟ Thank you. I think there are two different things. First, أعتقد أن هناك اختلافان. لا بد لنا أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بصورة فورية بغزة ولبنان ووقف التصعيد. لكن لسوء الطالع هذا الأمر ليس بيد السعودية أو دول الاتحاد الأوروبي، لكنه بيد الأطراف المتصارعة. لا بد من حدوث هذا الأمر الآن، وشعب غزة لا بد من أن ينعم بالغذاء في وجه هذه المعاناة التي يعجز المرء عن تخيلها. لابد من وقف المعاناة. القضية الأخرى التي تعتمد على وجود اتفاقية سلام أساسية بين فلسطين وإسرائيل وكافة الدول في المنطقة، ما الذي نستطيع أن نفعله بهذا الخصوص؟ وكذلك الإسرائيليون والفلسطينيون عليهم أن يتوصلوا إلى هذا الحل، وكلنا يمكننا أن نساعدهم وأن نمهد الأرضية. ومن خلال هذا الاجتماع الذي عقد اليوم في الرياض، وهو اجتماع مهم ويرمي إلى كيفية مساهمتنا في إنهاء المعاناة، وكيف لنا أن ندعم الأمن، وكيف لنا أن نبني الدولة الفلسطينية، وكيف لنا أن نطرح أجندة محددة الأجل. هل يوجد لدينا أجل زمني في الفترة الحالية؟ آسف أنه لا يوجد لدينا، لكننا بدأنا بالعمل الحقيقي الآن، وأنني ممتن لأننا نستطيع فعل ذلك معا. طيب السؤال هنا دائما يدور حول إسرائيل، يعني إسرائيل هي التي ما زالت رافضة، وتحديدا نتنياهو وحكومته حل الدولتين، لا بل تذهب باتجاه إجراءات أكثر فأكثر حتى تمنع أصلا إمكانية قيام دولة فلسطينية. من يمكنه التأثير على إسرائيل؟ الاتحاد الأوروبي هو شريك وصديق للشعب الفلسطيني، ونحن أكبر دولة، أكبر دول مانحة لفلسطين، وكذلك أننا شركاء مع إسرائيل، ولدينا روابط قوية مع إسرائيل على كافة المستويات. الدول 27 في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي من خلال مقره في بروكسل يتحدث مع الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية، ومن أجل حل الدولتين. لكننا ندرك بأن هناك مجموعة من الجهات الفاعلة، فالسعودية شريك مهم للغاية، والولايات المتحدة إلى حد كبير قد تكون أكبر دعم أمني لإسرائيل، وعليهم أن يقوموا بإجراء تلك الحوارات المفتوحة. وأنا سعيد لأن أرى زملائي الأمريكيين موجودين معنا في الاجتماع اليوم. لابد لنا أن نعمل معا وأن نبذل المزيد وأن نتحلى بحس عملي، لكن في نهاية الأمر المسألة تكمن بيد الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم. هو بطبيعة الحال يعني السؤال هنا حول من يمكنه التأثير على إسرائيل، لأنه يعني لا السعودية ولا حتى الدول العربية يمكنها أن تقود هكذا جهد، وبنفس الوقت لا تريد أصلا. وفعليا من جانب آخر الولايات المتحدة تقول وتنادي بحل الدولتين، ولكنها فعليا لم تقم بشيء في هذا الإطار على هذا الطريق. وأيضا من ناحية ثالثة الاتحاد الأوروبي يتهم أنه منقسم فيما يتعلق بالمواقف من إسرائيل. يعني لهذا نسأل هنا، ولهذا هناك حيرة حول من يمكنه أن يكون مؤثرا. And I understand that. Let me be clear. أنا أتفهم هذا الموقف. بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول 27 كانوا قد دعموا حل الدولتين، وأننا هنا من أجل هذا الغرض. لكن مسألة التأثير على إسرائيل تعد محدودة، وهذا الأمر ينطبق على الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة. من الواضح رغم ذلك أنه قبل عقدين من الزمن السعودية ودول عربية أخرى
كلها قد أصدرت مبادرة السلام العربية التي قدمت إلى إسرائيل آنذاك بشريطة الاعتراف بحريتي وإقامة الدولة الفلسطينية. هذه هي اللبنة الأساسية التي يجب العمل بموجبها، لكن أصدقائنا الأمريكيين يتمتعون بالنفوذ الأكبر على إسرائيل ولا بد لهم من إجراء تلك الحوارات الصريحة، ونحن في الاتحاد الأوروبي أجرينا هذه الحوارات مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة وأطراف أخرى. الأمريكيون يبقون هم الأساس، لكن هذا غير كافي. لا يمكننا أن ننتظر فقط للولايات المتحدة لأداء العمل وإنجاحها، الأمر يجب أن ينطبق علينا، وهذا أيضا ينطبق على السعودية والصين وكوريا الجنوبية والبرازيل والعالم برمته، كله له دور. ما من دولة لوحدها قد تكون كافية، لابد لنا أن نشمر عن ساعدينا وأن نكون واضحين وأكثر قوة وعملية.